انا زي الاستاذ محمود الجندي وجسام مطر بس المخرجين هم اللي بيحصروني في ادوار الشر. فوجئت الباب بيتفتح وماما داخله، فقلت انت صدقتي تجي تقفشيني ولا ايه؟ لقاء. اهلا بيكي في سيادتي. اهلا بيكي. حابه اقول لك اول حاجه الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. اطمنينا عليكي، الانترنت كله فجاه بقى بيدور لقاء، ايه اللي حصل لك؟ الدنيا اتقلبت علشان العياء قد ايه، رغم اني موجوعه قوي. سؤال الناس عليا، حتى الجمهور العادي، انا مش قادره طبعا ارد على الناس كلها، بس والله تليفوناتي بيبقوا التلاته ويتنج على بعض. يعني بجد ميرسي جدا لكل الناس اللي كتبت لي كلمه حلوه. موضوع شويه مشاكل في القولون والامعاء، هي حاجات شويه دقيقه كده ورزله يعني، بس الحمد لله على كل حال. الناس كلها قالت لقاء سويدان عروس 2024. لا ده واضح من حب الناس بقى، عايزين نفرح بيكي، عايزين يفرحوا بيا بجد. مبسوطه من ردود افعال الناس، رغم اني اتخضيت حقيقي، اتخضيت ان انا فجاه ترند كذا يوم. الناس كلها مصدقه، لدرجه ان ماما كلمتني قالت لي هو انا عارفه طبعا ان هو يعني اكيد، لان انت ما قلتليش ولا ايه؟ فقلت لها وبعدين فوجئت، ماما كانت في البلد، فوجئت الباب بيتفتح وماما داخله، فقلت انت صدقتي تجي تقفشيني ولا ايه؟ هي كانت فوتو سيشن. هو فوتو سيشن، اه والله. وفوتو سيشن صدفه، يعني انا اصلا كنت مرتبه ان انا هلبس فستان، اللي عجبني فستان فرح، فقلت طب ما اجرب والبسه، وبعدين لقيتها بتقولي ده ليه كمان طرحه دانتيل، فقلت لها يلا. وبعدين قالت لي طب ايه رايك اجيب لك بيجامه بيضة ومروحه عروسه، قلت لها يلا. يا ست حماتك الغريبه دي هتمشي امتى؟ ممكن بعد اذنك تدخل تتكلم مع ماما، عايزه تمشي دلوقتي. شو يا غدي، يا حلاوتك وحلاوه امك. بخاف اقعد معاها لوحدنا. عايزه ابارك لك على الوصفه السحريه. اول مره اشوفك في دور رايق ولذيذ وضحك وهزار، متعودين دايما عليكي في ادوار تقيله، ادوار صعبه، او دايما يطلعوني في ادوار شريره او ادوار مركبه، او يعني يمكن دايما لما كنت اسال ليه يقولوا لي عشان انت ممثله شاطره، اصل انت زي الجوكر كده نقدر نحطك في الادوار الصعبه. يا جماعه انا كمان عايزه انبسط. على فكره الادوار الكوميدي مش سهله، بس هي عشان شخصيه فكه، وانا حبيت قوي الستايل ده، واقترحت عليهم ان انا اعمل تاتو، واقترحت ان الشعر يبقى كيرلي. وبصراحه بشكر استاذ خيري سالم المخرج جدا، لانه هو مستجيب واداني فرصه اعمل حاجات كتير قوي. هانيا عندها بنت قريبه من سن بنتك بالظبط. انت بقى كأم قريبه لهانيا في قد ايه وبعيده عنها قد ايه؟ قريبه لهانيا في حاجات كتير قوي، في الطريقه اللي تتعامل مع بنتها بيها بحريه. انا مديه حريه لبنتي قويه جدا طبعا، لاني عارفه انا مربيها ازاي ولاني واثقه فيها، لكن انا شويه ام يعني، انا ام رخمه شويه، انا بقعد احضن في بنتي كتير وابوس في بنتي كتير. رولز عندك ما ينفعش تتكسر تحت اي ظرف من الظروف. بصي ساعات مثلا اقول لبنتي لازم ما نتاخرش عن الساعه كذا، فتقولي حاضر يا مامي، بس ليه؟ اللي هو ما انت عارفه انا فين مثلا، عند صاحبتي فين، او بتيجي تاخدينا انت يعني عند صاحبتها في البيت. فاقعد افكر هو احنا فعلا ليه اتحط لنا رولز مثلا انه مش فيش حاجه اسمها بعد الساعه 10 او بعد الساعه 11 ليه؟ فابتديت يا ميزه جوجو انها بتفكر بشكل منطقي وبتقنعني، ولما بقتنع والاقي اهم حاجه احنا عايزينها لاولادنا ايه، ان ما يبقاش في خطر عليهم. لما بتعصب عليها زياده عن اللازم بعتذر لها عشان ما تزعلش مني، لان في فرق ان انا ابقى ام وان انا ابقى مالكه، انا لا املك اولادي. بس في ردود بنت هانيا تردها، لو جوجو ردتها هجيبها من شعرها. رجوعاً لهانيا، في مشهد من المشاهد اللي هي في بدايه تقديم شخصيه هانيا اصلا، انه هي فريندلي جدا مع الاكسس بتوعها وبتكلمهم في التليفون وبيكلموها. ناس كتيره قوي علقت على المشاهد دي على اونلاين وقالوا ده خيال اصلا. لا مش خيال. انت شايفه كده؟ اه طبعا، انا علاقتي بابو بنتي علاقه كويسه جدا، يمكن ما بنخرجش مع بعض طبعا لان هو متزوج، لكن انا علاقتي بيه علاقه كويسه جدا. علاقتك بالاكس لما تبقى كويسه هيبقى علاقته باولادك كويسه، انتوا في النهايه يهمكم مصلحه الولاد. في مسلسل الوصفه السحريه هم اربع ستات بيطبقوا نفس الكتاب على حياتهم الزوجيه، هل انت شايفه ان في كتاب واحد ينفع يتطبق على كل علاقه؟ لا خالص، مفيش رولز لاي علاقه في الدنيا، لا اخوه ولا صداقه، لان كل شخص غير التاني. بس في رولز اساسيه في كل علاقه، يعني الصراحه، الاخلاق، عدم الخيانه، الامان، دي حاجات اساسيه موجوده في اي علاقه في الدنيا. لو انت عندك وصفه سحريه فعلا تخلي الام صاحبه بنتها، تبقى هي ايه؟ تغششه كل الامهات. حب والاحتواء، ولازم تحترم بنتها زي ما بنتها بتحترم. التهديد غلط، التخويف غلط، فلازم العلاقه تبقى حب وثقه، زي ما انا اثق في بنتي، بنتي لازم تثق فيا. خبرات متبادله، انا بتعلم حاجات كتير من بنتي، ليه لا؟